وللحديث عن مصير الاتفاق النووي مع إيران في ظل المهلة الممنوحة لها من وكالة الطاقة الذرية والتحركات الأمريكية والأوروبية، ينضم إلينا من لبنان حسان القطب، مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات. أهلا بك معنا سيد حسان. أهلا بكم. أهلا بك سيد حسان. يعني وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يتحدث عن إمكانية العودة إلى الإجراءات التي اتخذتها بلاده خارج بنود الاتفاق النووي مقابل التزام الأطراف الأخرى. هل يمكن القول بأن طهران بدأت الخطوة الأولى بدلا عن واشنطن؟ في الواقع الولايات المتحدة الأمريكية الآن وهذه الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة تحاول أن تتعامل مع إيران على خطين متوازيين. الأول هو إطلاق مبادرة دبلوماسية كما قال مستشار الأمن القومي الأمريكي بأن الحل في إيران أو الحل مع طهران سوف يكون دبلوماسيا وليس عسكريا، مما يعني العودة للمفاوضات ولكن تحت شروط جديدة ولمناقشة ما تفضلت به قبل قليل وهو الدور الإقليمي الإيراني والصواريخ ومشروع الصواريخ البالستية الإيرانية إلى جانب تعديل الاتفاق النووي الذي تم الاتفاق عليه عام 2015. وفي نفس الوقت قالت الإدارة الأمريكية الجديدة أنها لم تتوقف عن المزيد من ضغط المزيد من العقوبات على إيران أو عدم رفع العقوبات السابقة حتى تمتثل إيران لكافة شروط الاتفاق النووي السابق والذي خرقته عبر تطوير أجهزة الطرد المركزية في مفاعلاتها النووية، كما كشف المفتشون الدوليون من أن هناك آثار لليورانيوم في بعض المواقع حيث لا يجب أن يكون هناك آثار لليورانيوم، مما يعني أن إيران تسعى لإنتاج قنبلة نووية أو تعمل على إنتاج قنبلة نووية. في المقابل إيران تحاول التحرك على أكثر من محور. المحور الأول هو تصعيد الوضع العسكري والأمني في كافة الدول التي لها عملاء هناك أو أدوات أو حتى ميليشيات. في اليمن التصعيد من قبل الحوثي كان عنيفا جدا، في العراق تم قصف المواقع الأمريكية في أربيل كما في قاعة بلد، وفي لبنان تم اغتيال الناشط اللبناني المعارض لسياسة حزب الله وإيران هو لقمان سليم. اليوم أعلن ظريف أن إيران مستعدة للتعاون مع المجتمع الدولي لوقف الحرب في اليمن والوصول إلى حل سلمي. إذن إيران تحاول أن تقول أن الضغوط عليها لن تؤدي إلى مزيد من المواجهات الدموية في العالم العربي، وكذلك أنها مستعدة للتفاوض لكن دون الدخول أو مناقشة إيران في أي قضايا إضافية كما كالدور الإقليمي أو المشروع الصواريخ البالستية. هي تريد فقط العودة إلى الاتفاق النووي الذي تم التوقيع عليه خلال عهد إدارة أوباما، وهذا ما يرفضه المجتمع الدولي وبشكل خاص أوروبا والدول العربية وإسرائيل وكذلك الولايات المتحدة. إذا نحن أمام مرحلة جديدة يعني سوف تمتاز بالتصعيد من قبل الطرفين، وسوف ما علينا سوى أن ننتظر من سوف يتحمل الغلطة الأولى أو التصرف الخاطئ الأول، لأن المنطقة لم تعد تتحمل المزيد من الضغوطات والمزيد من المواجهات سواء كانت الأمنية أو الضغوط السياسية والاقتصادية. نعم، يعني سيد حسان، ما هو الخط الأحمر الذي وضعته إدارة جو بايدن لإنهاء التصرفات الدبلوماسية مع إيران والانتقال ربما إلى تصرفات أخرى معها؟ في الواقع القلق الأوروبي والقلق الإسرائيلي وكذلك العربي مؤثر جدا على الإدارة الأمريكية. إدارة بايدن قد تكون مستعدة للمزيد من التهدئة مع إيران، خاصة وأنها اليوم أعلنت أنها بدأت التفاوض مع إيران حول ملف المخطوفين أو المعتقلين الأمريكيين في إيران، تحاول تقديم شيء من الموضوعية في العلاقة مع إيران وأنها مستعدة للمناقشة أو على الأقل مستعدة للتفاوض حول بعض الشروط والبنود، ولكن إيران ترى أن خروجها من العالم العربي، خسارتها للدور الإقليمي سوف ينعكس سلبا عليها في الداخل الإيراني، لذلك تحاول الابتزاز إلى أبعد مدى وتقديم نفسها لاعب إقليمي قوي على الساحة. وكذلك قال الظريف اليوم أن وجود القوات الإيرانية والميليشيات الإيرانية أو المؤيدة لإيران في سوريا هو لمكافحة الإرهاب، بما يتناغم مع الوجود الأمريكي في سوريا التي قالت والإدارة الأمريكية قالت منذ أيام أنها موجودة في سوريا لمحاربة داعش
ولمواجهة الإرهاب أو التطرف هناك. فإذا تحاول إيران أن تقدم نفسها بصورة جديدة لعلها تستطيع تخفيف هذا الضغط الاقتصادي والضغط العسكري عليها، ولكن لا يمكن الآن أن يصدق أحد في العالم أن إيران دولة تستطيع أن تلتزم بتعهداتها، وهي التي نقضت كافة التعهدات الموجودة ضمن معاهدة الاتفاق النووي 5+1. كذلك إيران لا زالت تتلاعب على الساحة الأمنية من قصف للمواقع الأمريكية في العراق، كذلك تطوير وتصعيد العنف في اليمن واستهداف المدنيين اليمنيين بالقصف وبالهجمات العسكرية. لا يمكن أن يكون هناك مصداقية لإيران بعد اليوم، لذلك الأمور يعني ممكن أن تصل إلى حد خطير. وهناك دراسة صدرت اليوم تتحدث عن أن استيلاء الحوثيين على أجزاء جديدة من اليمن أو استقرار الحوثيين في اليمن سوف يشكل خطرا بالغا على مضيق باب المندب وعلى الملاحة في البحر الأحمر، وسوف يعطي إيران فرصة للتحكم بمصير هذا الممر وبالتالي الإساءة للتجارة الدولية. طيب سيد حسان، بالنسبة للتعنت الإيراني، هل سببه هو التعويل على دور الميليشيات فقط أم أن إيران تعول على أي دور للاتحاد الأوروبي مثلا؟ الاتحاد الأوروبي بدأ يغير رأيه من السياسة الإيرانية، ومؤخرا سمعنا الكثير من الإدارة الألمانية وكذلك من الفرنسية، وهي التي كانت تطالب الولايات المتحدة بالعودة للاتفاق وبعدم الخروج من الاتفاق وأنها مستعدة للتوسط مع إيران. الآن بدأ المجتمع الأوروبي والدول الاتحاد الأوروبي تتحدث عن ضرورة إعادة النظر بهذا الاتفاق، وبدأت تتقارب مع الولايات المتحدة في وجهة نظرها من التعامل مع المسألة الإيرانية. كذلك هناك أمر مهم أيضا، أن الإدارة الأمريكية الجديدة بدأت تعيد إنتاج علاقات موضوعية وواضحة وثابتة مع الاتحاد الأوروبي بعكس الفترة الماضية خلال عهد الرئيس السابق ترامب، وهذا التفاهم الأمريكي الأوروبي سوف يساعد على يعني المزيد من الضغط على السلطة في إيران لكبح جماحها ولوقفها عن الممارسة المزيد من الضغوطات على العالم العربي وعلى الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط واستهداف المصالح الغربية وكذلك المصالح العربية في الشرق الأوسط. نعم. إذا من لبنان كنت معنا حسان القطب، مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات، شكرا جزيلا لك.